الأدميرال غورشكوف فرقاطة روسية جديدة انضمت إلى القوات البحرية الروسية، وسيتم إرسالها في مهمة ستشمل مياه المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. فرقاطة، يقول بوتين، بأنها ستحمي روسيا بشكل موثوق من التهديدات الخارجية المحتملة. فما هي قدراتها؟ الفرقاطة الحربية مسلحة بصواريخ زيركون الفرد صوتية، صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بأكثر من 5 أضعاف، وهي أسلحة بعيدة المدى. موسكو تتباهى بهذه الصواريخ معتبرة أن ليس لها نظائر في العالم، وكانت قد اختبرتها في أواخر عام 2021 حيث أطلقت من الأدميرال غورشكوف في البحر الأبيض المتوسط، وأصابت هدفاً بحرياً على بعد أكثر من 400 كيلومتر. تحالف الدفاع الصاروخي ومقره الولايات المتحدة أشار إلى أن مدى صواريخ زيركون يتراوح ما بين 500 و1000 كيلومتر تقريباً، وبأنها قد تكون الأسرع في العالم، ما يجعل من شبه المستحيل إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية. صاروخ زيركون مغطى أيضاً بسحابة بلازما القادرة على امتصاص أي أشعة من ترددات الراديو، ما يجعله غير مرئي للرادارات. الفرقاطة التي يمكنها الإبحار لمدة 30 يوماً مختصة في تدمير السفن الحربية والغواصات ومجموعات الإنزال البحري. لكن استخدام الصواريخ على متنها ضد أهداف في أوكرانيا مثلاً يشكل تحدياً لوجستياً، إذ أن المكان الأمثل لإطلاقها على الجنوب الأوكراني هو في البحر الأسود، لكن للوصول إلى هناك سيتعين المرور عبر مضيق البوسفور الذي تسيطر عليه تركيا، والتي قالت منذ بداية الحرب في أوكرانيا بأنها لن تسمح بعبور السفن البحرية الأجنبية لمياهه. من ناحية أخرى، يمكن إطلاق الصواريخ من الفرقاطة على أوكرانيا من الروافد الشمالية للبحر المتوسط، لكن المسار سيمر فوق دول الناتو، وهو أمر قد يعتبره الحلف تصعيداً خطيراً.